لبطشان بن صالح بن هادي المحامض اليامي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، نحييكم في هذا المساء في منافسات وتحديات قائمة هنا ضمن مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى، حيث نتابع انطلاقات ومنافسات شعارات أبناء القبائل. انطلق الشوط السابع من أشواطنا المسائية، جائزة سيارة نقدية بانتظار أحد الأسماء المندفعة هنا في منافسات هذا الشوط الخاص بالبكار. 4 كيلومتر هي المسافة إلى خط النهاية. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط لنتابع المركز الأول ونتابع الصدارة. هذا هو التقدم اللي شاهده مع هذه الاندفاع مشاهدين الكرام على مقدمة الشوط من أمجاد اللي خذت المركز الأول. على مقدمة الشوط مشاهدين الكرام، هذه على ما يبدو أنها أمجاد لجابر بن متعب بن حمد المنخس المري، إن صحت المعلومة على مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة مع المركز الثاني. لنتابع التواجد مشاهدين الكرام مع ثاني المراكز، هذه طلايع عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني من يقدم طلايع على المركز الثاني في اندفاعة هذا الشوط، نقلتنا إلى ثالث المراكز. لنتابع الراسية بشعار حمد بن سعد النابط المري يقدم الراسية على المركز الثالث. المركز الرابع من وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الكرام وبدأت تتقدم في هذا الاندفاع وفي مسار هذا الشوط من عمق الميدان، نشاهد الأسماء القادمة وأتابع في هذه الأثناء الوصول من قبل معالي علي بن صالح الجربوع المري يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس هذه رواسي زيد بن محسن بن عبد الله آل نديله المري من يقدم شعاره على المركز الخامس في هذا الشوط، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط الجازي 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 على الصدارة طالب بن سعد بن محمد بن شفيع من يقدم الجازي على مقدمة هذا الشوط وفي المركز الأول على الصدارة مع هذا الاندفاع، بينما على المركز الثاني مع ثاني المراكز هذا والشعار الشهواني القادم والباحث عن ناموس هذا الشوط من خلال وصول طلايع. هنا متابعين الكرام تتقدم بشعار عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني، يلا يا ابو ناصر يبحث عن ناموس الشوط مع طلايع في هذا المسار بنجومية هذا الشعار. المركز الثاني الراسي القادمة بشعار حمد بن سعد بن حمد النابط المري من يقدم الراسي على المركز الثاني، وثالث المراكز رواسي زيد بن محسن بن عبد الله آل نديله المري. المركز الرابع وصلت فوارس فلاح بن محمد بن طويرش لوهيبي من يقدم فوارس القادم من السلطنة ليشارك في هذا المهرجان مع رابع المراكز في هذه اللحظات. المركز الخامس معالي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي من يقدم شعاره على مستوى المركز الخامس. وصلت الأسماء وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء، سمو القادمة حمد بن زيد بن علي الشراب بدأ يقدم سمو في مسار هذا الشوط. الله 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 ياهي كوكبة، شاهد هذا المشهد الرهيب على أرضية الميدان مع 900 متر الأخيرة، ولكن العودة إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط، وهذه طلايع 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 مع الصدارة. عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني يقدم طلايع يقدم طلايع في هذا الشوط، ولكن التسلل من أيضا شعار البريدي القودم والمنطلق مع معالي الباحثة عن المعالي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. وصلتكم مهامة سعيد بن محمد آل سيف الخيارين، ولكن بندرية المنصوري قادم قادم، شعار الشوط الرئيسي يصل في هذه اللحظات مع هذا الوصول مع تحرك القابضة منصور بن سيف بن علي المنصوري باحثا عن نقطة أخرى في هذا المساء في هذا المهرجان. البريدي والمنصور
الدوري في تحديات الرائعة ثنائية الصدارة، ولكن جاوزت الخابضة، جاوزت من الجانب اليمين، تقدمت بشعار المنصوري، منصور بن سيف بن علي المنصوري، شعار صاحبة الشوط المفتوح. الله 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 يا بن دري، حضور ولا أروع. سلام المنصوري سلام، سلام الخابضة سلام، التهاني إلى ميدان الوثبة، إلى دولة الإمارات. مشكور يا المنصوري، ومنصور بالفعل. المركز الثاني معالي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. المركز الثالث من وصلت هام سعيد بن محمد بن سعيد آل سيف الخيارين. المركز الرابع، المركز الرابع الظبي راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي. وخامس المراكز، المركز الخامس رواسي زيد بن محسن بن عبد الله آل نديلة المري. ما شاء الله شاهدنا هذا الشوط، ولكن المنصوري يحضر بقوة في هذا المساء ليضيف نقطة أخرى مع تحديات القابضة اللي احتلت المركز الأول في هذا الشوط وحققت الناموس. قاطع مسافة 4 كيلومتر في 6:06:83 جزءا من الثانية، هو توقيت القابضة. تهانينا لمنصور بن سيف بن علي المنصوري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وسعدتم مساء يا بن دري على هذا على هذا ايضا الحضور المشرف في هذا الميدان، ميدان التحدي. المركز الثاني من وصلت معالي بتوقيت 6:07 23 جزء من الثاني. تهانينا لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على فوز معالي بالمركز الثاني. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، من وصلت هامة مع ثالث المراكز بشعار سعيد بن محمد آل سيف الخيارين. ننتظر وصوله إلى خط النهاية لنتابع التوقيت الزمني مع هامة. لحظة وصوله إلى خط النهاية محتلة المركز الثالث في مسار هذا الشوط بشعار الخيارين، وتوقيتها 6:11 و11 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن سعيد آل سيف الخيارين على فوز هامة بالمركز الثالث. تهانينا والنامو